ما تكونش برضه اكستريم بالكسل، ما تكونش قاعد عمالك بتدور بس على سبب انك تقعد في البيت زي كيس البطاطا زي شوال البطاطا تحضر نتفليكس. اهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد، يسعد صباحكم ومساكم وين ما كنتوا بتتابعوني في اي وقت وفي اي مكان. الموضوع مع اني حكيت بالفيديو اللي قبله على موضوع الكسل، خلصنا الفيديو اللي قبله في موضوع الكسل، بدي أبدأ هذا الموضوع بهذا الفيديو عن الكسل. الكسل لما أنت قاعد بتدور على سبب أنك أنت تكون كسول، أعلم أن هذا فيه إشي، فيه حافز جواك مش عماله بسمح لك. مش شرط أنك أنت تروح على الجيم 6 مرات في الأسبوع، ومش شرط عشان أنه والله أنا نشيط، ومش شرط أنك تقتل حالك بالتمرين، ومش شرط انك انت تموت حالك في يعني وانت بتحاول توصل للجسم ب3 شهور وبتبطل تاكل وتكره حياتك وتكره الدنيا وتكره اللي حواليك. ما تكونش اكستريم، وما تكونش برضو اكستريم بالكسل، وما تكونش قاعد عمالك بتدور بس على سبب انك تقعد في البيت زي كيس البطاطا زي شوال البطاطا تحضر نتفليكس. تمرينك لو تمرنت 2 أو 3 أو 4 في الأسبوع، بداية ابدأ في يوم، بلش في يوم مثلا رحت فيه على الجيم، بلش يا سيدي في المشي، طلعت مشيت كسدرت، بلش انت عمالك تستثمر بحالك، تستثمر بصحتك. لما يصير عمرك 50 و60 سنة وتصير عندك كل هالأمراض تطلع وتبين لانك انت ما كنت بتتمرن بالاول. طبعا في امراض كثيره لها علاقه في المسل ماس، اللي هو انه واحد لانه مش عماله عنده قوه عضليه بتعمل له مشاكل كثيره، منها بصير الروماتيزم، منها روماتيزم. طبعا هلا تقولوا لي مفاصل، بعرف انه روماتيزم بالمفاصل، بس لانه العضلات اللي عمالها بتعمل سبورت لهي المفاصل كمان مش عمالها قادره تعمل سبورت، مش قادره انها تدعم، فالمفاصل بصير فيها اهتراء بطريقه اسرع. عندك الأمراض إنه التعب، الحدبة تبعت الظهر، كل هاي الأشياء. وفيه طبعا ما إنك ما تتمرن بيكون الواحد عنده أمراض القلب اللي بتصير عنده، انسداد الشرايين، السمنة الزائدة، كل هاي الأشياء. واسحب طبعا أنا بديش أقعد أحكي على الأمراض اللي بدها تصير، بس اللي أنا بحكي فيه إنه لأنه الواحد ما ببلش تمرين من عمر صغير أو بيوقف وما بيكمل، بيصير بعدين لما يروح عمره 60 65 سنة الدكتور بيقول له روح على الجيم عشان صحتك. طب ليش ما انت تروح من هلا وتحافظ على نظام حياة؟ شوف 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 شو حياتك، شو انت عمالك بتشتغل؟ بتشتغل عمالك 5 6 مرات في الاسبوع، بتروح على شغلك من الساعة، يعني غير انه الواحد يكون بيسافر وكل يوم في بلد غير عن التاني وفي وقت غير عن التاني وعنده تغيير الأوقات هاي، وبرضه عندي كلاين زي هيك وبتمرن ستيل، بس يعني هاي حالة خاصة. غير انك تكون زي هيك، انت بالعادة بتروح على شغلك من الساعة كذا للساعة كذا، اذا عمالك بتبدأ شغلك من الساعة 6 ولا 5 الصبح، وما في شغل ببلش 6 أو 5 الصبح غير اذا انت بتشتغل بيرسونال ترينر زيي، بس يعني إذا أنت بتشتغل عمالك على البدري، روح بعد دوامك، ومش شرط تروح كل يوم زي ما حكينا، روح 3 مرات في الأسبوع. ويا سيدي الويكند، عندك الويكند بمعظم الدول هو يومين أوف، إذا الويكند عندك يوم أوف اعتبر هذا اليوم الأوف إنه يوم إنه أروح فيه على الجيم ساعة اللي بدك إياها، ويومين تانيين خلال الأسبوع عندك 7 أيام روح فيهم هدول ونظمهم بناء على حياتك لتغير شغلك وتروح على شغل أحسن إن شاء الله. إذا أنت شغلك ببلش الساعة 8 أو 9، روح الساعة 5:30 الصبح، الجيم فاضي، فيش في حدا، أنت عملت اللي عليك وخلصته. هدول الناس أكثر ناس بتلتزم هي الناس اللي بتروح الصبح، لأنه هو خلص اللي عليه، بالعكس حركت الدورة الدموية، في عندك نشاط أكثر وبتروح على شغلك. إذا أنت شغلك كتير فليكسبل، خلينا نقول زي الناس اللي بتشتغل شو اسمه هذا اللي بيشتغلوا في عالم الريادة، هو بيشتغل فليكسبل او بيشتغل بالستوكس او وات ايفر، ما عنده شركه انه يقعد فيها، بيشتغل من اللابتوب من وين ما بده، روح الظهر، الظهر برضه الجيم فاضي، الاوقات اللي بيكون الجيم فيها مليان قبل الشغل قبل الدوام وبعد الدوام هذول دايركت. اذا بتروح انت وجه الصبح
حتلاقي الجيم فاضي، اذا بتروح الظهر حتلاقي الجيم فاضي، واذا بتروح باخر الليل برضه حتلاقي الجيم فاضي. انا اكثر وقت بحبه اللي هو الصبح، لانه اللي عليك خلصته، شو ما اجاك بعدين، اجاك ميتينج بعد الظهر او المساء بعد شغلك عملته، اجتك زياره عائليه بدك تروح عملتها، حدا مات وبدك تروح على العزاء بامكانك تروح، يعني ما في اشي حيوقفك. فانت لما تكون خلصت تمرينك خلصته ورحت. فنرجع للموضوع، ما تخلي عندك دائما اكسكيوز اللي هو انه والله شغلي، مرتي، ولادي، سفري، كذا. هذا كله اكسكيوز بدل على انك انت بني ادم كسول. سوري اني احكي لكم اياها زي هيك، بس اذا ما حد حكى لك اياها قبل كان لازم تسمعها.